بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وأحبابي طلاب الصف الأول الابتدائي، معكم الأستاذ محمد غنايم، معلم الرياضيات بالصف الأولية مدارس الجامعة. درس اليوم أبنائي العد القفزي، اثنينات وخمسات وعشرات. تظهر صفحة في الكتاب المدرسي بهذا الشكل، هذه الصفحة اليمنى وهذه الصفحة المقابلة لها. ودرس اليوم في الكتاب صفحة رقم 106 و107. فكرة الدرس: أعد بالقفز اثنينات وخمسات وعشرات. المفردات الجديدة: العد القفزي. الآن معنا فقرة أتأكد. أعد بالقفز مستعملاً خط الأعداد. هذا يا أبنائي يسمى خط الأعداد، له البداية صفر ومرسوم منه 30 رقما، لكنه خط يمتد إلى ما لا نهاية. الأعداد الموجودة أمامي 2 4 6، وهذا هو العد القفزي بالاثنينات. وحتى يتضح لنا يا أبنائي هذا المعنى، على خط الأعداد نقوم بتقسيم الأعداد إلى مجموعات، كل مجموعة تتكون من عددين، أي نقسم هذا الخط إلى اثنينات. فهذه المجموعة الأولى الرقمين 1 و2، ثم 3 و4، بعد ذلك 5 و6، بعد ذلك العددين 7 و8، الأعداد 9 و10، وهكذا يا أبنائي إلى أن نقوم بتقسيم خط الأعداد اثنين. فننظر في المجموعة الأولى فيها العددين، العدد 1 و2، ثم 3 و4، ثم 5 و6. المجموعة الأولى يا أبنائي بها كم عدد؟ 2. المجموعة الثانية تنتهي بالعدد 4، تنتهي بالعدد 6. نكمل بهذه الطريقة. المجموعة الرابعة تنتهي بالعدد 8، ثم تنتهي بالعدد 10، فيكون العد القفزي 2 4 6 8 10 12 14 16. نقوم بكتابة هذه الأعداد في الأماكن المخصصة لها: 8 10 12 14. أبنائي وأحبابي، هذه العادة القفزية مفيد لنا كأطفال كطلاب في الصف الأول الابتدائي أن نقوم الآن بالقفز. نقف عند العدد 1، أي نقف في المجلس ونقوم بالقفز، لا نقول العدد 1 ولكن نبدأ من عند العدد 2، ثم نقفز إلى العدد 4، ثم نقفز إلى العدد 6. هيا يا أبنائي الآن نقوم بالقفز. نأخذ اللون الأخضر أو الأصفر. هيا يا أبنائي نقف على العدد 2، ثم نذهب إلى العدد 4، اللون الأزرق يكون أفضل. هيا يا أبنائي العدد 2، ثم العدد 4 6 8 10 12 14 16. حسنا يا أبنائي، كرروا معي هذه الأعداد كثيرا: 2 4 6 8 10 12 14. كرر معي: 2 4 6 8. كرر بني الحبيب: 2 4 6 8 10 12 14. أحسنتم جميعا. هناك طريقة أخرى يا أبنائي للعد القفزي سوف نتعلمها إن شاء الله في هذا المثال. الأعداد 1 2 3 إلى 30، هذا يسمى خط الأعداد. نستطيع يا أبنائي
أن نقوم بتحديد الأعداد القفزية. نبدأ من عدد واحد لا نأخذه، ونأخذ العدد اثنين، يعني عدد اثنين صح. ثلاثة لا نأخذ الثلاثة، ونأخذ الأربعة. نترك الخمسة ونأخذ العدد ستة. نترك سبعة ونأخذ العدد ثمانية. نترك العدد تسعة ونأخذ العدد عشرة. وبهذه الطريقة إلى نهاية الخط، فتكون العدد القفزية الموضحة معي 2 4 6 8 10. أحسنتم يا أبنائي. الآن ننتقل إلى السؤال الثاني، وهو العد القفزي 15. أين عد خمسة؟ نقوم كما فعلنا في المثال الأول بتقسيم خط الأعداد إلى خمسة. نبدأ بالمجموعة الأولى وهي مكونة من خمس أعداد. نقوم بوضع الخمس أعداد في مجموعة واحدة، فنقول بداية خمسة، ثم نأخذ مجموعة أخرى بها خمس أعداد فتكون نهايتها عشرة، ثم نأخذ مجموعة أخرى فتكون نهايتها 15. وكذلك يا أبنائي حتى نصل إلى نهاية هذا الخط. 25 30. نهاية كل مجموعة 15 15، 20 25 30. فيكون العد القفزي يا أبنائي إذا عددنا خمسات نقول 15 10 20 25 30. هذا هو العد القفزي خمسات. الترديد في هذه الأمثلة مهم جدا يا أبنائي حتى نحفظ هذه الأعداد. ردد معي وقل 15 15 20 25 30. هيا يا أبنائي كرروها مرات عديدة حتى نحفظها، وهذا هو العد القفزي بالخمسة. في المثال الأول كنا نعد قفزيا اثنينات، وكنا نقول 8 10 12 14. في السؤال الثاني كنا نعد قفزيا خمسات، 15 15 20 25 30. الآن يا أحبابي ننتقل إلى السؤال الثالث، وهو العد القفزي 10، وهذا طبعا سهل جدا وتدربنا عليه كثيرا في الصف. العد القفزي عشرات كأن أقرأ 10 20 30 40 50 60. هذا العد القفزي عشرات، وهو سهل وشبه محفوظ بالنسبة لأبنائي الطلاب. ننتقل الآن إلى الصفحة المقابلة يا أحبابي. أعد بالاثنينات، أبدأ بالعدد اثنين ثم أكتب الأعداد المفقودة. هذه هي أبنائي تسمى لوحة المئة. لوحة المئة كما تدربنا عليها في الدرس السابق تبدأ بالعدد واحد وتنتهي بالعدد مئة، لكن في هذه اللوحة توجد أعداد كثيرة مفقودة. نريد أن نكمل الأعداد المفقودة ثم نقرأها ونحدد العد القفزي اثنينات وخمسات وعشرة. العدد الأول واحد، كم يكون العدد الثاني؟ نعم أحسنتم، اثنين. ثلاثة بعدها العدد أربعة. العدد خمسة بعدها يكون العدد ستة، وهذا هو العد القفزي اثنين. إذا حفظنا الصف الأول من هذه الأعداد يكون عدا قفزيا 2 4 6 8 10. الصف الأخير يا أبنائي كما سأكتبه الآن هو عد قفزي 10 10 20 30
وننتهي بالعدد 100، وهذا العد القفزي 10. أما العد القفزي 5 فيكون 5 10 الصف الأخير، 15 20 الصف الأخير، 25 30. أعد بالخمسات، أبدأ بالعدد 5 ثم ألون باللون الأخضر، أي أقوم بتلوين هذا الصف يا أبنائي باللون الأخضر بهذا الشكل. وأعد 10 وأقوم بتلوين العشرات أي الصف الأخير باللون الأحمر. أبنائي وأحبابي، السؤال رقم 8 و9 بأتركه لكم في البيت كواجب منزلي، وسأتابع هذا الحل إن شاء الله في مجموعات الوقت. إلى هنا أبنائي وأحبابي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس، على أمل أن ألقاكم في الدرس القادم إن شاء الله. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.